تستقطب وعدة سيدي محمد المهبالي ببلدية عين بو يحيى ولاية عين دفلة كل سنة عدد كبير من عشاق الفانتازيا والخيل في أجواء احتفالية بهيجة، وكلهم سعادة وفرح، وهذا ما يدل على استحباب الأمن في بلادنا، ونتمنى إن شاء الله الخير لوطننا، ونتمنى إن شاء الله الوحدة الوطنية، وإن شاء الله تمر هذه الظروف بكل سرور وفرح، ونديروا رئيس جمهورية إن شاء الله في الأيام اللي راهي جاية، والشعب هنا كله فرح بهذا السكينة وبهذا السلم. بنسكن في الشرفة واش نيا جامي وحضرت، واليوم بسم الله رب العالمين كتب لي حضرت انا فيها، مالي قلت انا والله غير حضرت، واول خطره حضرت انا فيها، لا زياره لاقت بيا وكاع الحمد لله يا رب العالمين. وشهدت وعدة سيدي محمد المهبالي بعين بو يحيى مشاركه الفرسان بالمختلف ولايات الوطن. رامي تلاقاو لهنا الفرسان وما انتي بازا من عين دفله من كل ولايه، ورام هنايا من العام للعام ما كاين اللي ما يتلاقاش مع صاحبه من العام للعام، ولا من ذي الوعده لذي الوعده باه يتلاقاو، كيديروا هاي يتلاقاو ويسموا الوعده هذه وين يتلاقاو الناس كامل، وين يتناسبوا وين يخدموا فيها كل قاص وراه كاين، والله يحفظ بلادنا ان شاء الله. وحنا فرسان بلديه جليده، وهذه الوعده راهي هذا عامها الثاني ان شاء الله، والله يجعل ربي الحفظ والسلامه ويتلاقاو فيها الناس من بعيد وقريب. وتتميز هذه التظاهرة بتنظيم مجلس الصلح والتسامح بين المتخاصمين من طرف مشايخ وأئمة المنطقة. وهذه الجمعة الكريمة التي اجتمعت من ربوع البلديات المختلفة لولاية عين دفلة تدعو الله سبحانه وتعالى وترجوه أن يكون عاما سعيدا، ويجمع الله كلمتها ويوحد صفها، ويجعله سبحانه وتعالى الأمن والاستتباب والاستقرار، وأن يكون الخير. ما كذلك راكم زرتونا وجبتونا الخير وتدونا الخير، وربي يفتح في على بلادنا وربي يفتح لنا رئيس جديد. مع غروب الشمس غادرت جموع المواطنين، وكلها أمل في غد مشرق للجزائر الحبيبة.